في التأمل والتساؤل مع الذات بكل صراحة وصدق وموضوعية حول ما تضع مسيرتنا من إيجابيات وسلبيات. اسم كريم الصفة؟ مليكة العرقاب. أستاذة بسنوية عبد الكريم الخطابي. يعني الشعور ديالكم اليوم بهذا الوسام ديال الاستحقاق الوطني؟ وشعور جيد وانا مرتاحه لهذا الشغل، يعني انا فرحانه لان هذا سكريم ديال واحد العمل اللي هو طول تقريبا 30 سنه، وكنهدي هذا الوسام للتلام ديولي ولبنتي والعائله ديالي. هو تكريم ايضا للمراه المغربيه. هو تكريم للمراه المغربيه، تكريم المرأة المغربية اللي بطبيعة الحال المرأة المغربية بمناسبة اللي هنا في المحمدية معروفة مدينة النساء. المحمدية كمدينة يعني اللي فيها النساء اللي عطاو كثير وعطاو يعني ناضلوا في الجمعيات في جميع الأعمال الخيرية إلى غير ذلك. شكرا على الكلمة ديالك. شكرا. أهلا وسهلا. شنو الخطاب الملكي اليوم؟ حقا الخطاب الملكي اليوم كنتطرق بهذه المناسبة بعدا كنهني صاحب الجلالة. قبل ما نطرقوا للخطاب ديالو اللي حقيقة حاول يجمع شرح لنا كل ما كيتعلق بالمسائل الاقتصادية والسياسية على جميع الشق ديالها، وحقيقة الخلاصة ديالو أنه المبادرة ديالو من أجل وضع واحد دراسة مهمة اللي غادي تبين لنا اللي غادي تبين لجميع الشعب المغربي خطط طريق صالحة لنا. وحنا كنشكروا بهذه المناسبة ديال الاهتمام الخالص بجميع فئات الشعب المغربي باش يكون واحد تقسيم الثروات المغربية في إطار شفاف وفي إطار معقول. عليكم السلام فريدة المطالسي أستاذة من مدرسة المصلى. إذن وسام الاستحقاق أولا الشعور ديالكم به؟ إيوا فرحانة بزاف سي نورمال. أش كيمثل لكم هذا؟ إيوا تشريف هذا. تشريف من لدن صاحب الجلالة نصره الله، الله ينصره لنا ويخليه لنا. هو التفاتة للمرأة المغربية. التفاتة للمغرب المرأة المغربية، هو معروف بها سيدنا، معروف بها، الله ينصره ويطول عمره واللي يحفظوا لينا والاسره الملكيه كامله. شكرا. عفوا الله يخليه لينا. انا جد مسروره بهذا الاستحقاق الوطني وهذا التشريف ليا، والله ينصر سيدنا والله يخليه لينا والله يحفظه لينا والله يطول لنا العمر ديالو، وعاش الاسره الملكيه وعاش الملك وعاش الاستحقاق. كيمثل لينا الفرحه والسرور وكل خير الحمد لله. هذا شرف كبير ليا انا بعدا فرحانه بزاف وهذا الشرف وانني اديت خدمتي وانني خرجت بخير وعلى خير والحمد لله. السلام عليكم اسيدي. طيب طيب السعديه، رئيسه مكتب الرخص والغياب نيابه المحمديه. اذا اليوم حصلتوا على وسام، اش كيمثل لكم هذا الوسام والشعور نتاعكم؟ ايوا انا ما سعيده كل سعاده باش بعدا يصادف وسامي هذا والوسام الاستحقاق ديالي هذا النهار المبارك. هو ذكرى من اعز الذكريات على المغاربه كلهم، هي ذكرى تربع صاحب الجلالة سيدي محمد على عرش أسلافه المكرمين. يوم بلس كيزيدني هدف هذا تكريم ليا، كيزيد يكرم المرأة المغربية ككل، وهذا نتيجة ديال ولا خلاصة ديال حياتي العملية اللي كتقدر ب 34 سنة. واليوم تكرمت من طرف صاحب الجلاله بهذا وسام الاستحقاق اللي كنهديه لولادي ولزوجي والناس اللي ساعدوني في قطع هذه المراحل كلهم. فوالا صافي. شكرا على الكلمه ديالك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عبد القادر حسوني متصرف ومكلف بمكتب الامتحانات بالنيابه المحمديه. هذا شرف عظيم اليوم اللي حصلت على الوسام، وهذه ثمره ديال المجهود ديال العمل ديال 36 سنه. وبهذه المناسبه كنجد لسيدنا نبارك ليه هذا العيد ولجميع المغاربه، وكنتمنى بان هذا الوسام كيعتبر بانها تكليف، وليس فهمتي، فان كان تشريف فهو تكليف في نفس الوقت الانسان اللي يمكن باش يطمح ويخدم لهذه البلاد اللي كنت تمنوا لها كل الخير ان شاء الله. اننا في طرح هذه التساؤلات انما لا تحدث دائما عن الفعاليه والنجاح وعن افضل السبل ليستفيد جميع المغاربه من مختلف المنجزات على هذا.